أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. كشفت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أبرم اتفاقات سرية مع مقاتلي تنظيم القاعدة للانسحاب من عدد من المناطق في المحافظات الجنوبية. الوكالة ذكرت أن الجانب الأمريكي كان على علم واطلاع بتلك الصفقة وامتنع عن تنفيذ عمليات بطائرات من دون طيار في المناطق التي شملتها الصفقات بين القاعدة والتحالف. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف تحول دور التحالف العربي من مساند للشرعية إلى مبرم للصفقات مع القاعدة؟ ولماذا وافقت الأطراف الدولية على هذه الصفقات؟ أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن التحالف قام بتجنيد مقاتلي القاعدة ضمن الميليشيا الموالية له في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرته، لأنها تعتبر هؤلاء مقاتلين استثنائيين بحسب ما ذكرته الوكالة. الوكالة قالت أيضا إنه على الرغم من إدراج أحد زعماء الفصائل في لائحة الإرهاب الأمريكية في إشارة على ما يبدو لأبي العباس بسبب ارتباطاته بتنظيم القاعدة، إلا أنه لا يزال يتلقى الأموال من الإمارات. أما عن تحرير مدينة المكلا الذي زعمته الإمارات، فقد ذكرت الوكالة أن عناصر تنظيم القاعدة انسحبوا من المكلا وشبوة وسبع مناطق أخرى بموجب صفقة مع القوات الإماراتية. نتابع وإياكم مشاهدين هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. وفي يمين العرض تسقط أوراق التوت عن أهداف التحالف في اليمن، وتبرز الأخطاء بشكل متلاحق، ما يكشف عن أجندات خفية تتناقض مع ما هو معلن. الحرب على الإرهاب وتنظيم القاعدة كان هذا أحد الأهداف العريضة التي أعلنتها الإمارات وحصلت بموجبها على دعم لوجستي أمريكي للعمل تحت هذا العنوان في اليمن. في منتصف 2016 أعلنت القوات الإماراتية تمكنها من تحرير مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت من قبضة القاعدة دون إطلاق رصاصة واحدة وبدون أي مواجهات. تحرير مدينة المكلا من قبضة التنظيم القاعدة يعتبر نصرا استراتيجيا ليس لأهل اليمن والخليج فحسب، وإنما للعالم الحر أجمع. توالت بعدها إعلانات الإمارات عن هزائم تعرض لها تنظيم القاعدة من قبل القوات الإماراتية في أبين وشبوة ولحج وحضرموت دون أن تحدث معارك أصلا، وهو ما أثار وقتها الكثير من الأسئلة حول حقيقة تلك الانتصارات المزعومة. جاءت الإجابات على تلك الأسئلة على هيئة تحقيق صحفي نشرته وكالة الأسوشيتد بريس الأمريكية أماط اللثام عن صفقات عقدتها الإمارات والسعودية مع مقاتلي تنظيم القاعدة في تلك المناطق، حصلوا بموجبها على مبالغ مالية طائلة والسماح لهم بالالتحاق بالميليشيات التابعة للتحالف العربي. التحقيق المطول كشف عن معرفة الجانب الأمريكي لتلك الصفقات ودعمه لها، وهو ما يسقط كل المزاعم الإماراتية والأمريكية عن مصداقية الحرب ضد تنظيم القاعدة. لم يقتصر الأمر على عقد صفقات ودفع مبالغ مالية لمقاتل القاعدة، بل سهلت عمليات مغادرتهم للمناطق التي أعلنت السيطرة عليها مصحوبين بأسلحتهم المتوسطة والخفيفة، ووصل الأمر لتجنيد أكثر من 250 منهم ضمن قوام النخبة الشبوانية بحسب الوكالة. القاعدة في اليمن كانت لعبة طالما مارسها النظام السابق واستخدمها لابتزاز الغرب وخصومه، ويبدو أن أبو ظبي اكتشفت تلك الأداة التي بإمكانها تحقيق مكاسب سياسية في المنطقة والعالم بتوظيفها لصالحها وتقديمها كقوة صاعدة في حرب الإرهاب المزعوم. على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة من تحرير مدينة عدن لم تتوقف الاغتيالات والتصفيات لكل مناهض الإمارات من سياسيين وعسكريين وحتى ناشطين مدنيين. تبنى عددا كبيرا من تلك العمليات تنظيم القاعدة، ولم تقم الأجهزة الأمنية المدعومة من الإمارات بتقديم متهم واحد على الأقل أو تلقي القبض على أحد مرتكبي تلك الجرائم. من السجون السرية إلى رعاية الميليشيات المنفلتة
إلى عقد صفقات مع القاعدة، حالة تكشف عن المشروع الذي يحمله التحالف لليمن، وهو ما يجعله شريكا لميليشيا الحوثي وإيران في إحالة اليمن لمنطقة صراع مفتوحة على الموت. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلي من اسطنبول الباحث في مجال الإرهاب الأستاذ نبيل البكيري، وكذا من العاصمة المؤقتة عدن المحلل السياسي الأستاذ عبد الرقيب الأهدياني. وأبدأ معك أستاذ نبيل، أولا كيف وجدت ما ورد في تقرير أسوشيتد بريس من علاقة بين التحالف العربي وتنظيم القاعدة؟ ما طرحه أو ما نشره أسوشيتد بريس هو تقريره، هو ليس جديد في هذا المسار، لكن الجديد هو أن تخرج هذه العلاقة من الخفاء إلى العلن. ربما هذا الجديد في هذا التقرير، لكن كواقع وحقائق موجودة على الأرض، أنا باعتقادي تنظيم القاعدة في اليمن كما دائما أناقش وأشدد وأقول أن موضوع تنظيم القاعدة في اليمن هو الأوراق السياسية التي تستخدم في إطار العمليات السياسية والمناسبات التي استخدمها النظام السابق، استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعزز فرضية أن تنظيم القاعدة أيضا ليس بتلك الصورة الموحشة التي يصورها الإعلام أو التي حتى ترفع في أجندات وأدبيات المجتمع الدولي، وبالتالي جماعة بهذا الشكل ويتم ترويضها واستخدامها كورقة سياسية، أنا باعتقادي يسقط كثير من الفرضيات وكثير من الأجندات وكثير أيضا من المقولات الصلبة فيما يتعلق بخطورة الإرهاب وخطورة الجماعات الإرهابية، حينما نكتشف أنها هذه الجماعات يتم توظيفها في سياق الصراع السياسي وفي صراع السياق والأجندات المختلفة والمتضاربة لأطراف دولية وأطراف موجودة في التحالف العربي وغيره. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ نبيل، أجدد ترحيب بك أستاذ عبد الرقيب. هل هناك يعني أريد أن تلخصي أبرز النقاط التي لفتتك في هذا التقرير للوكالة الأمريكية؟ نعم، بداية التحية لك ولضيفك ولمشاهدي القناة. التقرير الوارد من قبل هذه الوكالة يعبر عن قيام التحالف مؤثرا بالمملكة العربية السعودية والإمارات باحتواء تنظيم القاعدة ويعني صناعة معارك وهمية عشناها نحن هنا في المحافظات المحررة سواء في عدن أو في شبوة أو في حضرموت، قيام التحالف مؤثرا بالإمارات في حضرموت بإدماج عدد من مقاتلي تنظيم القاعدة في الحزام الأمني، دفع مبالغ طائلة لأكثر من 200 من أفراد التنظيم في شبوة، يكشف كما ذكر الأستاذ نبيل البكيري هذا التحالف بالعبث بهذه ورقة الإرهاب، أسوة بما كان يمارسه النظام السابق نظام علي عبد الله صالح بالعبث اللعب بورقة الإرهاب وتحقيق ما مصالح سياسية. للأسف نحن اليوم أثقنا على هول هذه الصدمة، أن من يقتل في المحافظات المحررة سواء في عدن أو في حضرموت، هذه الاغتيالات العديدة التي طالت القيادات الأمنية والعسكرية والناشطين والحزبيين وخطباء المساجد، اتضح أن هناك أدوات قتل تأويها بعض أطراف التحالف كما الإمارات في عدن أو في حضرموت، وسخرت هذه الأدوات وهذه الأوراق بالقتل، أطراف تقتل وميليشيات أخرى أقامتها الإمارات دمجت خلالها هذه العناصر الإرهابية، وأن التحالف في اليمن بلا مشروع واضح إلا مشروع الفوضى، ما نعيشه اليوم للسنة الثالثة على التوالي من فوضى عارمة من اغتيالات من تقوير للحكومة الشرعية، هو جوهر ما ورد في التقرير، أن التحالف بلا مشروع
انه يعني اقام ويعتمد على الميليشيات ويعتمد على الارهابيين ويعتمد على تنظيم القاعده، الدوله في اضعف حالاتها، المؤسسات ضعيفه، مؤسسات الدوله مقوضه، وبالتالي ورقه خطيره نكتشفها اليوم، وهذا يعني ما يؤكده حتى تلك الحروب الوهميه والانتصارات المزعومه التي كان يقودها التحالف سواء في شبوه، في صعيد شبوه او في حضرموت باعتباره يحارب القاعده، اتضح انه اليوم يحتوي القاعده ويدمجها ويسلحها، واصبحت لاعب فاعل في هذا الفراغ وفي هذا العبث وفي هذه الفوضى الموجوده على الارض. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أيضا أستاذ عبد الرقيب. أعود إليك أستاذ نبيل، النظرية المطروحة الآن في فضاء الباحثين يعني حول موضوع الإرهاب تتحدث على أن اهتمامات أمريكا منحصرة في مجال مكافحة الإرهاب، تحديدا موضوع القاعدة. عندما يتم الحديث على أن أمريكا علمت من خلال هذه التقارير بما جرى ما بين التحالف وما بين تنظيم القاعدة، كيف يفهم إذن الدور الأمريكي في البلاد؟ هل هناك تناقض فيما تريده أمريكا بالضبط؟ في طبيعة الحال الحديث على أن الولايات المتحدة الأمريكية ومقاربات الأمريكان بموضوع القاعدة على أنه ينبني على معلومات وعلى معطيات حقيقية أو أدبيات، و فيه كثير من عدم المصداقية وفيه كثير أيضا من الخلط بين السياسي والعلمي أو بين السياسي والأكاديمي أو بين السياسي والموضوعي، وبالتالي الحديث على أن الولايات المتحدة الأمريكية عدو للإرهاب أيضا فيه نظر، خاصة أنه كثير من القضايا التي تم أو التي حصلت على امتداد السنوات الماضية ليس فقط اليوم ما يكشفه هذا التقرير، وإنما هناك دراسات أيضا تحدثت عن علاقات وطيدة لدول في الولايات المتحدة الأمريكية كإيران، كدول الخليج، أيضا بعض الأنظمة الخليجية لها علاقات تواصل مباشر مع قيادات القاعدة، مع جماعات أيضا هنا وهناك ممن يتم توظيفها واشتغالها في إطار ما يسمى بالإرهاب. وبالتالي اليوم مثل هذه المقاربة أو مثل هذا مثل هذه المعطيات والمعلومات التي تأتينا هي ليست بجديد على 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 الباحثين المتعمقين في دراسة ظاهرة الإرهاب، يدركون جيدا أن ظاهرة الإرهاب من كل هذا الكم الهائل من المعلومات ومن كل أو من الظاهرة أيضا لا تتجاوز 30% في أقصى حدودها، فيما 70% من هذه الظاهرة هي ظاهرة سياسية مسيسة يتم توظيفها واستخدامها في مجال الصراعات السياسية وتوظيفها إعلاميا لوسم الخصوم بالإرهاب واستخدام العنف الدولتي أو العنف الدولي في إطار تنفيذ أجندات تحت مظلة ما يسمى بالإرهاب أو داعش والمسميات الأخيرة. طيب في هذا السياق كله هناك الآن حديث على 250 مقاتل تقريبا انضموا للقوات الموالية للإمارات في اليمن، هل هذا يشكل الأمر خطرا بالنسبة للبلاد؟ هل يشكل هذا الأمر عبئا على الحكومة الشرعية؟ هل يشكل مخاوف يعني يجب أن يحذر منه المواطنون في هذه المحافظات؟ كيف تقرأ مسألة انضمام هؤلاء بكل ما يمثلونه وبكل ما اكتسبوه من توجيهات أو من فكر من هذه التنظيمات إلى القوات الموالية للإمارات؟ طبعا في 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 حقيقة الأمر طبيعة التشكيلات التي تمثلها مثل هذه الجماعات هناك يعني طبقات ومستويات لهذه الجماعات، يعني هناك العقائديون الحقيقيون الذين يتصدرون هذا المشهد، ياتي بعدهم طبقات في هذه الجماعات وهم المغرر بهم من المراهقين الذين يتم تجنيدهم في اطار عمليه تجنيد ما تخضع لدورات مكثفه من مشاهده الافلام الجهاديه وما الى ذلك. والنوع الثالث وهو الاكثر وربما قد يكون الاول في هذا الترتيب هو الجانب المخابرات. الجانب المخابراتي هو الاقدر على اداره المستويين الاول والثاني، باعتبار ان هذا الجانب المخابراتي ايضا هو يمتلك مال ويمتلك ايضا المعلومه ويمتلك التوظيف
وبالتالي اليوم حينما نتحدث عن ظاهره العنف مثلا في المناطق المحرره، هذا لا يجعلنا نخاف كثيرا من ظاهره العنف، لانها ظاهره ليست عبثيه او بمعنى اخر ليست عشوائيه، هي ظاهره مسيسه ومسيطر عليها ومتحكم بها، وبالتالي لها اهداف واضحه او بمعنى اخر اهدافها ليست بتلك الدمويه او بتلك الصوره التي ممكن ان فيما لو كانت فعلا هذه تنظيمات عقائديه جهاديه. يعني احيك او اعيدك استاذ نبيل للنقطه التي وردت في التقرير الوصف، لانها تعتبر هؤلاء مقاتلين استثنائيين بحسب ما ذكرت الوكاله، بالنسبه وهي تتحدث على تجنيد مقاتلي القاعده ضمن الميليشيا المواليه للامارات. طبعا في حقيقه الامر مقاتلي القاعده على افتراض انهم مقاتلون عقائديون، هم لا شك انهم مقاتلون استثنائيون، لكن ايضا يعني هذه الصفه تسلب منهم حينما يتم التخلي عن الجانب العقائدي المتشدد في طبيعه تكوينهم وسلوكهم، ويتم تحويلهم الى مجرد بنادق للايجار، ما تنتهي الخطوره والاستثنائيه في مثل هذه الحاله، لان خطوره التنظيمات الجهاديه الحقيقيه تنبع من انه هناك نوع من فائض العنف الذي صعب السيطره عليه ويصعب توظيفه او امساكه، لكن في مثل هذه الحاله اليوم اصبحوا حينما يتحول الفرد في تنظيم القاعده الى مجرد موظف مع جهه ويستلم منها راتب، هنا تنتهي خطورته وتبدا يبدا التوظيف السياسي ويبدا التوظيف البرجماتي لمثل هذا العنف من قبل هذه الجماعه. ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا مره اخرى استاذ نبيل. بالعوده اليك استاذ عبد الرقيب، يعني في سياق حديث عن المعركة التي يقوم بها التحالف العربي في المحافظات الجنوبية، كان هناك وقت طويل من الأعوام التي مرت للحديث عن معركة تحرير المحافظات الجنوبية التي استولى عليها تنظيم القاعدة، شهدت تلك الفترة الكثير من الزخم، الحديث بشكل مركز على هذه الإنجازات التي تتحقق. هل ما يطرحه التقرير، يعني ما الذي يمثله بالنسبة لهذه الانتصارات؟ هل يوضح أنها بنيت على أرضية هشة؟ هل يكشف كل هذه الانتصارات؟ نعم، الحرب، إعلان الحرب ضد القاعدة سواء في محافظات أبيان وحضرموت وشبوة وحتى لحج أعلنت أكثر من مرة، وأعلن تحقيق انتصارات، معارك تلو معارك، وفي كل مرة نتفاجأ أن التنظيم أو أن القاعدة تعود إلى الواجهة من جديد. طبعا هذا يدفعنا إلى قراءة بعض التقارير المحلية الموجودة في عدن، نشرت بالأمس أن هناك مخطط للإمارات وأذرعها منها المجلس الانتقالي الذي يطالب بالانفصال لإعادة احتلال أبيان من قبل تنظيم القاعدة. ما يؤكد هذه الشكوك وهذا الطرح وهذا القول أن تنظيم القاعدة كما كشفته الوكالة الأمريكية يعني أصبح محتوى من قبل الإمارات ومن قبل يعني هذه الأطراف، وبالتالي يسهل استدعاء هؤلاء، يسهل استدعاء تنظيم القاعدة لتحقيق بعض المكاسب السياسية، والتي منها إغراق البلد بالفوضى لتقويض الحكومة الشرعية لمزيد من يعني طرح فرضية حقية البقاء، بقاء التحالف وبقاء الإمارات مهيمنة على المناطق الساحلية عدن وشبوة وأبيان وحضرموت، وبالتالي ستستخدم هذه الأوراق متى ما دعت إليها الحاجة من قبل هذه الأطراف. إذا نحن اليوم أمام يعني انتصارات وهمية، هذه المعارك معارك وهمية، ربما حتى من ما يراد تصديره حتى للرأي العام المحلي والعالمي من خلال هذه المعارك، من خلال تنظيم القاعدة، أن هذه المنطقة منطقة إرهاب، وبالتالي ضرب مقوماتها الاقتصادية كالموانئ، ميناء عدن وميناء موانئ شبوة وميناء حضرموت، باعتبارها مناطق إرهاب، وهذا يصب في مصلحة
الإمارات التي تقوي موانئ دبي وتحاول أن تضرب موانئنا ومقدراتنا الاقتصادية. هذا يدفعني إلى التساؤل الذي أنقله للأستاذ نبيل البكيري، برأيك هل يمكن لي أو إلى أي مدى يمكن أن تستفيد أو تدير الحكومة الشرعية إن صح التعبير ما يحدث بشكل أو بآخر لمصلحتها؟ هل ستستفيد من مسألة انضمام مثل هكذا قوات لميليشيات موالية للإمارات، أم أنها باعتبارها دولة حليفة لها في التحالف العربي، أم أنها ستتضرر في نهاية المطاف ويجب عليها أن تتنبه من الآن لذلك؟ لا شك أنه مثل هذا التصرف ليس في صالح الحكومة الشرعية ولا في صالح اليمن ولا في صالح الجيش اليمني، بالنظر إلى السمعة السيئة لمثل هؤلاء المقاتلين، فضلا عن التوضيح السياسي لمثل هذه الورقة في إدانة الجيش الوطني، وأيضا وهذا أيضا في إطار الاشتغال أيضا ليشتغل على تشتغل على دمعة الانقلاب في وصم خصومها بأنهم إرهابيون ومتطرفون. يعني نحن أمام إشكالية خطيرة فيما يتعلق بهذا المسار. الحكومة الشرعية أن تتنبه عاجلا وتعيد تشكيل مثل هذا مثل هذه القوام مثل هذه الجيوش بعيدا عن هذه الاختراقات الأمنية والتوظيف السياسي لها، وإلا فإن الأمر سينعكس بشكل خطير على مسألة الجيش الوطني بشكل كبير ومسألة الشرعية أيضا بشكل آخر. أشكرك أستاذ نبيل البكيري الباحث في مجال الإرهاب، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. بالعودة إليك أستاذ عبد الرقيب، لا يزال أحد المدرجين بقوائم الإرهاب الأمريكية الذي كما يبدو أنه في إشارة إلى أبو العباس بسبب ارتباطه بتنظيم القاعدة، لا يزال يتلقى أموالا من الإمارات. هذه إحدى النقاط الموجودة في هذا التقرير. هل هناك حالات أخرى قد تكون موجودة في محافظات أخرى من الجمهورية اليمنية؟ أتحدث تحديدا عن المحافظات الجنوبية برأيك. نعم، هناك الكثير من القيادات المعروفين لدى الشارع سواء في عدن وفي لحج وفي أبين، بعضهم متواجدون الآن في إطار هذه الأذرع الأمنية والعسكرية المنتشرة اليوم في هذه المحافظات المحررة. هناك بعض القيادات التي أعلن القبض عليهم، وأذكر من ذلك أمير تنظيم داعش على مستوى يعني أبين وعدن وشبوة، وهو خالد عبد النبي الذي كان يقيم في يافع، تم القبض عليه أو قيل أنه سلم نفسه للسلطات الإماراتية، ولا نعلم اليوم إلى أين ذهب وأين مصيره. هناك بعض المتهمين بالإرهاب أو المعروفين حتى لدى الشارع، لدى الأوساط الموجودة في الشارع العدني. طيب في هذا السياق، في هذا السياق كيف ينظر الناس إلى هذه الأفعال من قبل دول التحالف، ونتحدث تحديدا عن الإمارات في هذا السياق؟ الشارع مستاء من مجمل ممارسات وتصرفات دولة الإمارات، مجمل أداء التحالف في المناطق المحافظات المحررة، مجمل هذا الوضع الأمني والخدماتي والعسكري وكل شيء. لكن الشارع ينتظر مبادرة من قبل الحكومة الشرعية، من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي. يأمل أن لا يزال لدى الرئيس عبد الرب منصور هادي أوراق لا زال في يديه الشرعية، وهي أمضى سلاح وأقدر على مواجهة كل هذا الواقع. عندما تحرك، عندما قامت الحكومة الشرعية وأعلنت وقوفها ضد مشروع الإمارات في سقطرى، خرج الشارع والتحم وأير هذه المطالب ورفع صوته ضد هذه المطالبات. لكن أن تبقى الحكومة الشرعية بهذا الصمت، بهذا الخنوع، بل نسمع من بعض مسؤولين في وزارة الداخلية مؤخرا وخصوصا بعد عودة وزير الداخلية من أبو ظبي، نسمع ما يشبه تبييض بعض الجرائم للإمارات، نفي السجون السرية، نفي وجود تعذيب في هذه السجون. يعني هذا تخاذل، والشعب لن يسكت، الشعب سينفجر، ولكن سيكون انفجار يعني لن يكون في صالح الجميع. بالتالي على الحكومة الشرعية، على الرئيس عبد الرب منصور هادي، أن يسارع ليمنع يعني كل هذا العبث وكل هذه الفوضى، العبث حتى بالمستقبل، حتى بسمعة الجيش الوطني وبسمعة الأمن، عبر إدراك هذه الأطراف أو هذه الأسماء وهذه التنظيمات لتفخخ المستقبل.
بالتالي يجب على الحكومة الشرعية أن تتحرك، وإلا فالشعب لن يقبل هذا الواقع ولن يدوم طويلا. محلل السياسي أستاذ عبد الرقيب الهدياني، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقم العمل الفني، وهي أيضا لكم من منتج الحلقة الأستاذ ماهر أبو المجد. في أمان الله.